وسهلا. الحياة بلا محشش وبلا نكتة، فيها نكد. هي بعتت لي اياها بالانجليزي بس انا رح اقراها بالعربي. قال ام قاعده عم تحكي على التليفون شي نص ساعه ورجعت سكرت. قال لها جوزها هاي اول مره تليفونك مختصر، ليه ما طولتي؟ قالت له رونج نمبر، كان بالغلط الرقم. اذا رونج نمبر ونص ساعه عم تحكي لي تقريبا تلفين لهي طلع لهي قعدوا يتسيروا ما بيعرفوا بعضهم رونج نمبر. قال في ثلاث رجال قاعدين وعم بيقولوا يا الله الحياة ما لنا صدفة له، ما في شيء اكسيدنت باي اكسيدنت. قال له شو باكوا ليه؟ قال اول رجال انا مرتي كانت عم تقرا هذيك اليوم عن بلدين وهالبلدين دائما بيخلق فيها توم، قامت خلفت توم. قال رجال تاني لو بتشوفوا انا كنت عم بقرا عن ثلاثة موسكتيرز، قامت مرتي وخلفت ثلاثة، قامت ثالث وراكد على الباقي. قال له شو بك؟ قال له يا خيي مرتي بتحب على قدين والأربعين حرامة، يلا راح على البيت لعالتالي طلقها بقى لما يحب لها وتقوم تجيب 40 حرامة. اليوم مرة خلفت بأمريكا 11 وهلأ في وحدة عندها 23. هيدا كله جي ام او، كله تركيب ومهجن، مثل ما عم نهجن الخضرة والدنيا والأرض وبمن فيها ومن عليها عم الفساد. نادرا ما كان حدا يجيب توم، كان هيك يخافوا مين رح يموت منهم، يمكن يعيشوا اثنينهم. نعم يا الله، ما الفرق بين ما يريده الله في رمضان وما تريده القنوات الفضائية؟ الجواب في هذه الآية، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يبتلون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أنتوا أفهم مني، يعني كم مرضان صار، كم ألف سنة وألف وألف من قبل برج بابل وغيره وغيره، رمضان ألف نون، إنسان قرآن فرقان عثمان رحمن سمعان. انتبهوا رمضان منه قصة الصيام، في صيام وصوم، كل لحظة رمضان. صارت مرضان ما بقى في بيت ما في سرطان. حلوة كتير هالقصيدة دخيلكن عن زين العابدين، كلكن بعتلكن اياها رجعوا بعتولي. عم بيقروها اليوم بأمريكا بالعربي، بتعرفوا ليه اللي عم بيفهموا عربي بس بحسوا فيها بهالطاقة. اليوم قالوا العلماء هيدي القصيدة هيدا الشعر The witnessing، أشهد الشهادة، إحساس بهاللغة، اقرأها بحضور قلب ستسمع وستدمع عيناك. ليس الغريب غريب الشام واليمني، إن الغريب غريب اللحد والكفني، إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. يا الله ما بعرف سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني. روى أنتو دخيلكم خاف أنا أقرأ شي كلمة غلط. زين العابدين إذا جايين معي كرمال بي وجدي والرسول لا تجوا، بس إذا جايين تموتوا كرمال الحق يلي فينا، هيدي الشهادة وهيدي ويتنسينج، وأنت الرقصة أنت الغنى. جلال الدين الرومي كان صغير قال له لبيه انت بحر بس هيدا محيط، طاف 36 ساعة. هيدي الفاتحة دخيلكم، وين بتروح السبعة؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله والفاتحة. نعم دخيلكم، لا مسلم ولا مسيحي، سبع مقامات ومن بعد السبعة أكثر وأكثر، the right of eight إلى المدد والصمد والأبد. هلأ العلم اللي عم يحكي، فوتوا بعلم العلماء. يا الله
انظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الحنط والكفن؟ خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك إلا راحة البدن. يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا، لعل الله يرحمني. شو بيسبقني على الأمر، نار أو نور؟ يا حبيب قلبي قابيل وهبيل، بقلم الكاتب العراقي أحمد النعيمي، نحن شعب لا يستحي. قالوا بدكم تقروها، وهو اللي قريها اليوم عربي، أخته كانت استاذة بالجامعة بالأيوبة. آخ، أين الحل؟ بالصرف، بالنحو، بالمصارف الصحية، أين الحل؟ اعقل وتوكل وسامحوني. مين بده يسامحك يا حبيبي؟ عم تحكي الحقيقة. قلقت لي جوزك؟ بجوزك ابني، هيدا الداهية. قلقت لي جوزة؟ ما تقلقت لي ابني. عدد طبقات السماء 7، عدد أيام الأسبوع 7، أبواب النار 7، عجائب الدنيا 7، الطواف حول الكعبة 7، السعي بين الصفا والمروة 7، يأمر الله بالصلاة عدد عند الصينين 7، ألوان أوس الأدح أوس الرحمن، آيات سورة الفاتح، عدد البحار، عدد الجمرات بيرمي فيها في الحج، المعادن الرئيسية اللي بالأرض، توجد 7 أنواع أساسية من النجوم، 7 مستويات مدارية للإلكترون للضوء المرئي 7، ألوان إشعاعات للضوء الغير مرئي 7، تهاجر الطيور بسرب على شكل 7، تكبيرة العيدين 7 تكبيرات، عدد قارات العالم 7، الذين يظلهم بظله يوم القيامة 7. أخيرا نقول بخشوع، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لاحظت شهادة التوحيد تتكون من 7 كلمات، وسر هالسبع كلمات في الأربعة لا إله إلا الله. رابع رئيس جمهورية قال رقم 44 بوقع أمريكا، وقعت أمريكا. هيدي كذبة أوباما، انتبهوا، كلنا مسؤولين، أنا السائل وأنا المسؤول. كل ما عملت هيك الحق عليك، في 4 هون غيرنا الأسامي، عم نغير الصحن بس نفس الحرية. لا يغير الله ما بقوم حتى. شوفوا بيتي، ما بتلاقوا أفقر وأغنى منه. الكتاب موجود، المي موجودة لو كانت مجرير، بجيب المي من شرتون، من الرملية، أصحابي ما تشربوا مياه غازية يعني، كان عنا كتير وسدوا. لفويك انتبهوا بالفصول وقليل منها، وخبرتكم دخيلكم ما في شيء أورجانيك كذبوا. بطلب من كل المقابر لبقى تبيعوا الجتات، انتبه انت مسؤول تبيع الجتة، وهي اللي عم بزحت الناس وزحتني وقال لي دخيلي لبقى تمرقي من هون مرقي من هون. ما تفوتوا ما تشتروا شيء أبدا، ما تشتري حتى تهدري، حتى اللي عم يجيبوه من أوروبا من هون ومن هون، لأنه اللي عم بتبيع بالمحلات مثل هاللي حدي بالساسين، هيدي بتمسك الأكل وبتعطيك إياه، ما تقطع عم بتحطها بالأكل. خلص ما تروحوا لمطرح كله بزنس بزنس. بدي مبايعة مش بيع. تعالوا لعندي على البيت، أهلا وسهلا فيكم، بتاكلوا بتشوفوا، بتشوفوا البيت، بتشوفوا أنتوا الطاقة، أنتوا بتحسوا فيها. كل واحد منا عنده طاقة اسمها أورا ميتر حوليكم، كلنا. يا حبيب أبي، يا حبيب بنت، للإمام علي بن أبي طالب قصيدة رائعة في كل بيت حكمة. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. اللي عم بيقراها اليوم خوري أرثوذكسي، يعني رئيس حكومة دين أرثوذكسي يعني مسيحي، ما ضل حدا ما بكي بالكنيسة عم بيقروها. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ فكم مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهلها. دخيكم اقروها كلها، يعني لحية موجودة بكتاب وعلى الموقع عنا كلنا.
من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. ما تخلي مرتك تعرف إذا كنت صايم وإذا كنت عم بتصلي، ما بقطع صلاة تصلي وما بقطع صوم تصوم. الرضا والتسليم نهاية العلم والتعليم. يا حبيب قلبي، يأتي على الناس زمان تكون العافية في 10 أجزاء، 9 منها في اعتزال الناس وواحدة في الصمت، صمت العارفين. قد ما فيكم دخيلكم نرجع كفي هالصور الحلوة. شوفوا كيف طلعت هالشجرة عالصخر، ما فيك تمنعها، لأنه الحياة بالصخر وبالشجر وبالبشر وبالقمر وبالنجوم. بمن اقتديتم وبمن اهتديتم اقتديتم. منك وحدك إذا عم تقرأ، منك وحدك إذا عم بتشوف، منك وحدك إذا عندك شيء عندك عشق تعمله. أنت الإبداع، شو بتحب تعمل؟ كون أنت بمن أنت. شوف هيدي صخور كيف عم تطلع فيها الشجر. اطلعوا مين اللي زرعها؟ مين زرع حرش بيروت؟ ممنوع نفوت، ليش الأجانب فاتوا؟ ولهم كلنا، كل شجرة بتغمرها عم تغمر كل الطبيعة، كل شجرة بتقطعها عم تقطع أمك. شوفوا هالبيوت، هيك بدنا، بدنا أرض، كل شيء موجود، المال متوفر، بس بدي على القليلة 10-12 إنسان حاملين الميزان وعارفين إنه بدنا نعيش بدون مال، بدون أكل، بدون مي، بدون شرب، لتكن مشيئتك. جسمهين ما بتتنفس. شوف كيف طلعي بين الخشب، بين الشجر، بين الحجر. شو هالطاقة رح يفيقنا؟ ليش بتقولي ما بينطق هالولد؟ ما بقى فيني طيقهم، مش طيقتهم، ما بينهضموا هالأكلات، ما بينهضموا هالولاد. وين الهضم بالمعدة؟ ما بقى في معدة، صار عم نعدي بعضنا. دخيلكم بدي أقولها، ويمكن بالإنجليزي، Don't go with any woman or any man. Don't fuck anymore. Stuck it. You are stinking. Many diseases are in Lebanon. They are paid to be fucked by you. انتبهوا. خلص اقطشوا. هيدي بتكون على القليلة نعمة. قلت لها هيك عم بيدفعوا لك تنشر المرض هون بلبنان؟ قالت لي يس. وفي وحدة قالت لي أنا على اللبنانية عاملة هيك وهيك وهيك، بكل واحد $1,000 وينشر بعضه. هلأ وقت الزنا والهرج والمرج كله، لايك شو حلو هيك موجود مثل هالبيوت كلها بسوريا. إذا اشتدت عليكم المحن عليكم بالشام وباللبنان. القديسة بربارة، القديسة رفقة، منن قديسين يا أخوتي، لا تحطوا بقى ألقاب. بدك لقب تتنشهير، شوفوا هيك كيف طالعة هون، ما حدا بيعرف كيف وكيف انزرعت وهيك. كلها زرعوا فأكلنا، نزرع فيأكلون. مدام بلافاتسكي، شوفوا هالغصن، هي شجرة، هون باب وهون أغصانة خارجية، لك كيف طالعة، لك كيف طالعة كلها، كلهم هون طالعين، ما تقطعوها، بيجيبوا الأولاد المرضى، كان عندنا وحدة مثلها بدوما. بحطوا الولد المريض، بي كان يخدنا هيك. شوف أنا شفتها بأمستردام، وين ما كنتوا بأوروبا في بعد أرض، نعم ما فيها بشر، منروح بس زيارة حتى لتشوف حافي أنت أو كلسات، بتشكك شوكة حجر شو ما كان عم بيعمل لك طاقة يعلمك تمشي حافي كلها. فإذا لوين بدي روح؟ مطرح ما راح نوح، نوح عمر سفينة رمزية حط فيها ومن كل شيء ذكر وأنثى. وأنت أي سفينة؟ سفينة القرارات؟ ولا وقفني واحد قال لي المسيح أرمني، حاش تحكي بقى، قولي إنه المسيح أرمني. هيك هذا تفكيره. فإذا كون أنت هاوي مش بالهاوية، شو الإبداع اللي عندك؟ شو بتحب تعمل؟
انت ما تقلي شو بدك تعمل، شو بتشتغل، شو ما بدك بشتغل. انا lover of God، قال لي واحد. قلت له اذا بتحب الله ليشك مريض؟ هيك كلمات يعني. ما مره راح اوشو لعند واحد ببرج مثل اللي عندنا، هو رايح قال له ليه ما دفعت؟ قال له اذا بتعرف بالمستقبل مش عارف اني ما رح ادفع لك. حش تروحوا وكلهم اموات وسحر وشعوذه كلهم، حتى اللي بتشوفون هيدا بيعطيك سواره، هيدا بيعطيك مصاري، هيدا بيعطيك، هي كلها سحر. فاغشيناهم فهم لا يبصرون بصر وبصيره. اذا هالبرنامج او هالحضره مريم بدها تحطها، اتحداكم من قلب مجروح، اذا في عالم مسلم بهالكره الارضيه بيقدر يحورني فيها. بصر وبصيره 9 9 ستار كي. السلام عليكم 11. ركبوها بال 9 11 9 11. ما مات يهودي بهالبنايات وبهالابراج. ولما طلعوا بالطيارات ما عرفتوا فتشتون، ما انتوا اصحاب الطيارات. والحبيب محمد شو عمل؟ الخلفاء 5 بالعين 63 عمل الارقام اللي استخدمها، جاب فيها السلام عليكم باب ومدينه. فاذا بنقدر نعمل حضره، إذا ما كنت على التلفزيون بكون مطرح تاني. من أغنى الأغنياء رايحة بكرة شوفه. قلت له أنت بتجي لهم بيعرفوك؟ قال لي بغطي حالي أنا بجي لعندك. قلت له أنا بجي لعندك ما بدي، هون الشباب بيقطعوا لي تكت وبروح. هلا قلت له ما بدي شي، في يبعث لي طيارة خاصة يعني، عنده أكثر من طيارة. طيارة عنده، كنت بدي بوزة للبنت، عنده هيك بنته، نبعث طيارة تجيب بوزة آيس كريم من باريس من أمريكا من هون. قلت له بس بدك تعمل تلفزيون كل الشباب بيجوا، واللي بدهن اياه عندهن اياه، ما يكون في كذبه، ما يكون في الاف دي اي. سكت. قلت له بيجي بشوفك، بس اللي عم تعمله عم بتزيد الدمار، لانك درهم ودولار ودينار لك عطول من الرسول مش البترول. كلنا بدنا رضا الاف دي اي، ما بتضاين. سنه ال 17 رح تشوفوا 2020 no unity and no divinity. خلاص انت فيك تعمل اسراء ومعراج اذا بدك، مره مرتين ثلاثه، فوت على الكواكب والمجرات، بتشوف الفواكه، بتشوف الاكل، بتشوف الناس، كل واحد بيشبه ابن بيئته، هذا شكله هيك، هذا شكله هيك. حضروا فيلم كوكون، حضروا فلات لاينر، كل هالاشرطه الممنوعه بشكلي بصوتي بصورتي ورا الكاميرا. محمد كيلاني ما فيكم تمنعوه، خلاص. بس نحن بلبنان عم بطلب من لبنان، هيك واحد من طرابلس، طرابلس، واحد من الجنوب، واحد من الشمال، واحد من هون. نكون هيك ونقدر نعمل شيء موحد بلبنان، بس هيك جمعة صغيرة. إذا بتدفعي لي خليك برا. ما بدي هيك. شو أنت عندك عشقك؟ أنا وحدة على كل وسائل الإعلام، كل أمة العرب وكلهم بخافوا. طبعا انا وقت اللي رجعت على الام العربيه لهون، خبر اجى من الفاتيكان. اسالوا بيير الظاهر، اسالوا بيير الظاهر ليه ما حطيت مريم على ال بي سي. وقت اللي جيت اول ما جيت عرفت على غازي كنعان، قال لي انت امي، سمع صوتي عند وحده صاحبتي ما ردت على التليفون. انا ردت، مين بدك؟ ما عندي المجاملات والتهذيب. قال لي بدي اتعرف عليه، ردت علي وهيك تعرفت علي. قال لي يا امي طلبي، صوتك ما كان صوتك، كان صوت معلمه، كان عمري 19 سنة. قال لي كنت معنا مش بندية، كان صوت معلمة طلبي. قلت له إعلام، مين بده مرة مثلي بالإعلام؟ كلكم يعني طلعت مع كتار منكم على التلفزيونات، كلهم يخافوا. دخيلك شو بدها تحكي عن شو بدها تقول؟ بيجيبوا سؤالات بس حدا بده يستضيفني. قلت يا خي تورتا نحكي نتجاوب من القلب، بده يسألني بدي ضربتهم كف كلهم نهار على التلفزيون وغيره وغيره كلهم. حدا بيسترجي، قلت لهم بأي ذنب اضربوا صرميتي بتقول. بس برا فيك أكثر من تلفزيون بأمريكا، مريم نور شانل 8، مريم نور شانل 6 7. خبرتكم مرة كنت بطيارة منا خاصة يعني، وقعد حدي واحد تاني كونغرسمان، بلشت أحكي، قال لي أنت عم تخدمي أمريكا أكثر من البيت الأبيض. ما قلت له أنا مين ومع مين وشو عم بعمل. بصلي على البيت تلفين لبندر، بقول لي رح أبعث لك سيارة تعي روجي. رحتي لقيته هوني، قعدنا ثلاثتنا، قال لي انت معه؟ قلت له ما هو اللي فاتح هالمركز، هي المصاري برا محطوط، تاخذ وبتشيل انت مثل ما بدك، ما حدا شايفك. ما تسبوا لا ببندر ولا بهيفا ولا بحدا،
أنا بنتي بالروح حيفا الفيصل، وابني بالروح وسندي بندر بن سلطان. ما حدا قدر هالعلم، عنده كتب كلها بخط ايدي، يقولوا لي بيطلع الطياره بيقرا كتبي، بيقعد بالسياره بيقرا كتبي. انا خلاص الحقيقه لها جوانح بتطير لاصحابها، وكلنا بنغلط، في حدا ما بيغلط؟ اذا ما غلطت كيف بدي اتعلم؟ اذا ما عندي وجع هون كيف بدي اكون من الاحياء؟ بدي اتعلم من غلطاتي ومن غلطاتك. بس مش كل يوم الغلطه هي نفسها، كل يوم غلطه جديده، غلطه جديده، غلطه جديده. قالت له صرت عامل 200 اختبار وما ضوت معك اللمبة. قال له صرت أعرف 200 طريق مسدودة وبس ضوت اللمبة. قال له لا أمي قومي. قالت له طفيها بديني. راح عند مرته قالت له طفيها بديني. مهضوم. تاني مرة بدي أجي سنجري، إن كان إديسون أو أينشتاين أو كل هالعلماء، ألفريد نوبل. قال أنا السبب بالتفجير يا خيمها محمد شق القمر علي يساريات الجبل. شو بدكم بكل هالعلماء؟ كل من عليها فان. العلم يعمي والجهالة تعمي وكلاهما بلاء. كونوا مع الفناء مع أهل الصفا والصفوة ونخبة النخبة.